اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم بفقره استضافه موارد بشريه. طبعا اليوم عم نحكي عن بيئه العمل اللي لازم تكون ماشيه بشكل سليم، ولتمشي بشكل سليم اكيد بدنا نحافظ على اخلاقيات العمل. لنشرح اكثر عن اخلاقيات العمل المطلوبه بين الموظف وبرضه بين اصحاب الشركه او الاداريين في الشركه، ضيفتنا اليوم الاستاذه خالده الخزاعلي. اهلا وسهلا فيكي. يعني خبيره الموارد البشريه. تسلمي، الله يسعدك. شكرا. اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين. اهلا وسهلا ست خالدة. بدنا نحكي اول شيء عن اشكال يعني الاشكاليه اللي الناس تحكي فيها باخلاقيات العمل، ما بيعرفوا ايش تعريف اخلاقيات العمل. هلا اخلاقيات العمل اجمالا مشتقه من الاخلاقيات العاديه بشكل عام، من الاخلاقيات اللي احنا بنتعامل معها في يومنا، في حياتنا اليوميه، في من احنا صغار كيف تربينا، فكله بينسجم مع بعضه. يعني احنا مش مصطلح غريب او مش اشي جديد احنا بدنا نخترعه. فلما بيحكوا احنا مش فاهمين ايش اخلاقيات العمل وايش اللي بدنا نعمله، يعني بس يفكروا فيها شوي، هي مجرد انه التزم بكل شيء صحيح. إذا التزمت بكل إشي صحيح معناته أنت عم بتطبق الأخلاقيات الفعلية وأخلاقيات العمل. في شركات بتحط هذا الإشي، بتكون مكتوب عندها هذا الإشي، بيسموه Code of Ethics، بيعطوه للموظفين عشان يكونوا فاهمين إيش اللي بيصير وإيش اللي ما بيصير، شو لازم أحكي، كيف لازم أحكي. صحيح. بس إجمالا هذا الإشي بيكون نابع منا، من جواتنا، وإحنا كإدارة موارد بشرية دورنا نعزز هذا الإشي ونعلمهم أكثر ونوعيهم لبعض الأشياء اللي هم مش فاهمينها. تمام. هلأ لما نحكي عن أخلاقيات العمل بتيجي من ناحيتين، ناحية الموظف طبيعي. وناحية الموارد البشرية. نعم. هلأ موارد البشرية يمكن تعتمد نظام الكي بي آي اللي هو Key Performance Indicators. هي مقاييس او المعايير اللي يصنف فيها يعني هنحكي الاداء الوظيفي. نعم. تمام. بهذه المعايير ايش هي اخلاقيات العمل وهل تنسجم مع الاخلاقيات العامه؟ لانه عاده الناس بتكون بتفسر اخلاقيات العمل هي الصدق والامانه، مع انه في باخلاقيات العمل كثير اخلاقيات اخرى. مليان طبعا. هي مش بس الصدق والامانه. هلا كويس انه انت فتحتي موضوع الكي بيرفورمانس انديكيتورز. هلا المانجمنت او الاداره الجديده عمالها بتميل لموضوع انه الاداره تكون عن طريق اني انا اعرف هاي المقاييس. صحيح. ويكون الموظفين عارفين ايش هاي المقاييس عشان هي اللي انا بعتبرها وبعتمدها لما انا بدي اقيمهم، سواء تقييم سنوي او نصف سنوي او غيره. صحيح. هلا من شركه لشركه ومن طبيعه عمل لطبيعه عمل هاي الشغلات لازم تتعرف. في عندك بنفس الشركه كمان من وظيفه لوظيفه او من ديبارتمنت لديبارتمنت بيختلفوا هدول الاشياء. هلا الصدق والامانه والتعامل هاي كلياتها اشياء بتندرج ضمن اخلاقيات العمل، وطبيعي انها لازم تكون منسجمه مع الاخلاقيات العامه، لانه ما بتقدري انت تعيشي الموظف بتناقض. صحيح. انه لا احنا بنعمل هيك بالحياه العاديه بس انت لما تفوت على الشركه لازم تعمل هيك. ما بصير هذا الكلام، فلازم يكون في شيء منسجم. وبنفس الوقت احنا نعرفهم من البدايه. في عندك عمليه لما احنا بيدخل موظف جديد على الشركه، في عملية انه بندخله بنسميها اندكشن، بندخله في نظام الشركة، بندخله في نظام الموظفين، بنخليه يقضي وقت في كل ديبارتمنت نوعا ما، بنخليهم مثلا بنشجعهم على الانخراط مع بعض عشان ينسجموا ويتعرفوا اكثر من الناس اللي لهم فترات قبلهم بالشركة، انه كيف طبيعة العمل، ايش اللي مقبول ايش اللي مش مقبول. يمكن هون اهميه الاورينتيشن او التعريف بالشركه. طبعا في كثير اشياء انت بتحطيها في بدايه دخول الموظف. طبعا في كمان جزء منها بيكون قبل ما يدخل الموظف على الشركه من خلال عمليه المقابله، بتشرحي له ايش طبيعه طبعاً. الشركه وايش بيعملوا. تمام. خلينا نحكي عن كيف بياثر الالتزام باخلاقيات العمل بين الشركه تجاه الموظف والموظف تجاه الشركه وعمله على سير العمل والانتاجيه. هلا في ناس ممكن يناقشك يقول لك انه لازم تمشي حالك، انه مش لازم الواحد يكون كثير ستريت، مش لازم الواحد يكون، بس لا هذا الكلام غلط. لما بيكون الكل ملتزم بالاخلاقيات وملتزم بالطريقة الصحيحة لأداء العمل وملتزم بتسليم المشاريع في مواعيدها، اللي هو هذا أيضا يعتبر من أهم الأخلاقيات اللي موجودة، أنه أنا ألتزم بالمواعيد. فهاي الشغلات كلها لما أنا بلتزم فيها كإدارة وبلتزم فيها كموظف، الإنتاجية طبيعي بدها تزيد. يعني دوري أنا كإدارة مثلا أنه أنزل الرواتب بوقتها مثلا. مزبوط.
انه انا ما اتاخر على الموظفين، اذا كان الموظف عنده مشكله انه انا اعالج هاي المشكله فورا. في عندنا مثلا صار عندنا شغله بالشركه او صار عندنا شغله خارجه عن ارادتنا، صحيح، نعملها على طول، هذا من دورنا احنا كاداره. الموظف بالناحيه الثانيه دوره انه انا اجي على وقتي، صحيح، الصبح، انه اداوم مزبوط، ما اغلط بشغلي، او انه اعمل جهدي انه انا اتعلم شغلي صح علشان ما اضطر اعيد واعيد واعيد واسلم كل شيء في مواعيده. فطبيعي بدها تزيد الانتاجيه على مستوى الموظف وعلى مستوى الشركه. اكيد طبعا. بالحديث عن الانتاجيه ست خالد، عم نحكي عن الاختلاف بين المؤسسات وحاجه هاي المؤسسات لاخلاقيات العمل. بلاحظ بالفتره الاخيره انه اكثر مؤسسات عم بتركز على اخلاقيات العمل هي اللي بتعمل بمجال المبيعات، من خلال الكود اوف ايثكس، يعني اللي هي التعليمات اللي مفروض يتبعها الموظف في التعامل مع العميل طبعا، وايضا داخل الشركه. خلينا نحكي قد ايه بتختلف من شركه لشركه اخلاقيات العمل، وقد ايه مهمه في شركات المبيعات لانه هي الاكثر طلبا عليها. طبعا بتختلف وبتتفاوت كثير حسب نوع، قلت لك حسب نوعيه الشركات وحسب نوعيه الخدمه المقدمه. صحيح. هلا طبيعي انت حكيتي مثال مهم جدا اللي هو موضوع المبيعات. موضوع المبيعات الاخلاقيات مهمه جدا فيه، لانه الناس بتتعامل على الثقه. صحيح. فلما انا بدي اشتري من شركه او بدي اتعامل مع شركه، لازم يكون في نوع من الثقه بيني وبين الشخص اللي عم بتعامل معه. فاذا كان هذا الشخص عم بيكذب مثلا، مش عم بعطيني المعلومات الصحيحه، او بوعدني وعود مش مزبوطه، انه لا بعمل لك اياها ولا يهمك ولا يهمك، بس عشان بده يبيع، طبيعي في مرحلة ما العميل رح يخسر ثقته بهاي الشركة. أكيد طبعا. ورح ينسحب يروح لشركة تانية، خاصة أنه إحنا في عنا منافسة شديدة في كافة القطاعات. صحيح. فأهم إشي في المبيعات وخدمة العملاء كمان أنه الصدق والأمانة والثقة لما أنا بتعامل مع العميل. إذا أنا ما بقدر أحل مشكلته بحكي له بشكل عام ما بقدر أحل مشكلتك، إذا مثلا بقول له لا نزل لي مثلا السعر شوي، يحكي له أنه أنا لا أستطيع، هذا اللي بقدر عليه بقدر أوصل له، وبحكي لك. فالثقة هي أهم إشي. صحيح. عندنا هون مشكلة أنه في بعض الشركات أو بعض الناس أنه لا بنزلوا الموظفين أو بخلوا الموظفين يتعاملوا أنه أنت بس احكي له بنزبط له إياه وإحنا بعدين بنشوف. ما بصير. ويمكن هون عم نحكي عن قاعدة معروفة بعلم الموارد البشرية، هي أنه لما توعد اوعد بالاقل عشان اعطي الاكثر. أكثر. نعم مزبوط. طيب بالنسبه لاخلاقيات العمل، هي في موظفين يعني وقت التقييم السنوي بيشتكوا انه احنا كيف عم بتوصل لنا اخلاقيات العمل. فبدي اعرف كيف ممكن الشركه او موظف الموارد البشريه يقيس التزام الموظف باخلاقيات العمل. طبيعي. هلا احنا برضه تحدثنا عن موضوع الاورينتيشن وتحدثنا عن موضوع الكي بي ايز. هلا لما انت هذول الاشياء يكونوا معرفين عندك بالشركه، بصير عندك زي المانيول كثير سهل انك انت تمشي عليه، اللي هو الكتاب اللي ممكن نعطيه للموظف بالزبط. في بدايه عمله بالضبط، اضافه الى النظام الداخلي الذي ينسجم مع القوانين وينسجم. صحيح. مع كل شيء موجود عندنا في البلد. فانت لما تكوني معرفه هاي الاشياء كلها كثير سهل الموظف يعرف ايش الصح وايش الغلط. مزبوط. فانا لما برجع لعنده بدي اعمل له التقييم، اول شغله بنذكرها في التقييم عاده هي ايش الاهداف اللي انت كنت بتشتغل عليها، وقديش حققت من هاي الاهداف، وايش كانت الكي بي ايز. وطبعا مديره المباشر بيكون قاعد معاه لانه هو اللي كان يعني متابع معاه بشكل يومي او بشكل شهري. فكتير سهل انك تثبتيها من ناحيه نظريه ومن ناحيه عمليه. صحيح. فلما هم بيسالوا انه انا ما كنت بعرف، ساعتها بنقعد نسأل ليش ما كنت بتعرف، ما أنت عندك 1 2 3. ففي طرق، ويمكن لهذا السبب بدأت الشركات تلجأ لتوقيع الموظف على ورقة أنه. نعم. هو قرأ كتاب تعليمات الموظف، تعليمات والنظام الداخلي بالعمل، والبوليسيز اند بروسيجرز اللي هي طرق الاداء الوظيفي في الشركه. فطبيعي انه هاي الشغلات تكون كلها مذكوره فيها، بالاضافه الى الكود اوف ايثكس. اها طيب خلينا نحكي على ناحيه اخرى وهي ناحيه الشركه. نعم. يعني لما نيجي احنا كشركه صراحه عم نطلب من الموظف انه انت لازم تعمل 1 2 3 10، ايام كموظفين موارد بشريه بنحس انه اخلاقيات العمل تطبق بشكل أفضل لما يكون في جو عائلي بالشركة. طبيعي. طبعا. طبيعي. خلينا نحكي عن أهمية تأثير الجو العائلي وكمان الحياة الاجتماعية بين أفراد الشركة. طبيعي. على تطبيق أخلاقيات. نعم، العمل. نعم مزبوط 100%. هلا احنا بطبيعه الحال عمالنا بنقضي وقت بالشركات اكثر ما عم بنقضي وقت ببيوتنا، يعني صحيح. خلال النهار الواحد
اغلب وقته بيكون بدوامه او مع الموظفين اللي عم بيشتغلوا معاه مع زملائه. فاذا كان مش مرتاح نفسيا مع زملائه مع مديره مع بيئه العمل مش رح يعطي، مش رح يكون في عنده انتاجيه. فزي ما حكينا في البدايه، الاخلاقيات اللي موجوده في بيئه العمل هي تنسجم تماما مع الاخلاقيات اللي بنتعامل معها بشكل يومي. فانا اذا بفوت الصبح وبكون مكشره بوجه الجميع صح، مش رح اعطيهم بيئه مناسبه للعمل، لكن لما الواحد بفوت مبتسم بحكي مع الكل زي كانه عم بحكي مع عيلته طبيعي جدا انه الكل يكون مرتاح والكل يحس انه لا حلو الجو وجميل وبشتغل ومرتاح نفسيا. في كثير مرات انا لما بشوف الموظفين، في بعض الموظفين مثلا بيكون تعبان او بيكون مريض، انا بطلعه بطلب منه انه يطلع من الشغل علشان يروح يرتاح، لانه ما بيقدر يعطيني وهو مثلا عم بيفكر بشغلة تانية او مشغول او مريض او اشي. فبالطبيعي لما انا كمديرة موارد بشرية لما بكون بعمل هاي الاشياء، انا بعزز الروابط بين الموظف والشركة وبين الموظفين بعضهم ببعض. طيب موظف الموارد البشرية كيف ممكن يقسم اخلاقيات العمل؟ يعني التعامل مع الاخر، التعامل داخل الشركة وغيرها، مثل ايش في عن اخلاقيات ممكن يحتاج انه تكون مذكورة ليلتزم فيها الموظف؟ هلا زي ما تفضلتي، في عندك التعامل بين الموظفين بعضهم البعض، هاي لحالها واسعة جدا وفيها كتير نقاط لازم تنذكر. صحيح. بعدين في عندك تعامل الموظف مع العملاء، لا خاصة لما بيكون في شركة إلها تعامل مع العملاء. صحيح. تعامل الموظفين مع الفندرز أو الناس اللي بيوفروا لنا، سواء كانت أشياء مادية مثلا عم نشتري منهم أشياء أو عم نشتري منهم خدمات. وتعامل الموظفين مع الشركة نفسها، مع مدراءه، مع الأقسام الأخرى. يعني مثلا أنا كموظف مش بس عم بتعامل مع مديري، أنا بتعامل مع قسم المالية، بتعامل مع أقسام تانية عشان شغلي يخلص. مزبوط. فلازم يكون في طريقة راقية للتعامل بين الناس، لأنه زي ما تفضلتي قبل شوي لما حكينا أنه إذا ما كانوا مرتاحين خلال دوامهم رح يصير في احتكاكات، وهاي الاحتكاكات رح تولد مشاكل، خاصة إذا إحنا عم بنحاول نعمل جو العائلة زي ما حكيتي. صحيح. فبالتالي لما أنا بعرف لهم أنه أنت لما بدك تحكي مع أقسام تانية في طريقة، أو مثلا إذا أنا بدي أحكي مع حدا مدير لازم طريقة معينة في المخاطبة، فهاي الأشياء كلها بتسهل عليهم التعامل. ممكن في مجال الخطابات والمخاطبة وخاصة عبر البريد الإلكتروني عم نحكي بموارد البشرية عن وضع، يعني حتى في أخلاقيات بمين يكون طبيعي. موجود بالإيميل طبيعي، ومين اللي لازم ينبعث له الإيميل، مين مفروض يكون كوبي في الإيميل، فهاي أيضا نوع من أنواع أخلاقيات. إحنا في عنا سكشن كامل اسمه إيميل إتيكيت، طريقة الكلام، كيف أنا بخاطب الشخص، إنه كيف العبارات التحية لما بذكرها في الإيميل، إنه أنت تكتب لغة صحيحة، إنه ما تكتب كابيتال لتر مثلا، لأنه هاي تعتبر في عالم التكستينج إنها شاوتينج، إنه عم بصرخ. فإحنا كل الأشياء هاي عم بنعلمهم إياها. وفي عندك كمان ما تنسي إنه هلأ في وسائل تواصل أخرى غير الإيميل، إنه في ناس عم تستخدم أشياء داخل الشركة للتحدث مثلا مثل سكايب، في برامج اخرى مثل سلاك، هاي بنتعامل عشان للسرعه. صحيح. فبرضه هاي انه ما تعمل شيء وتعمل ريبلاي اول، بدك تحكي شغله شخصيه لا تحكيها مثلا تحط. صحيح. كل الناس عليها سي سي، حتى على مستوى الشكاوى مش مفروض انك تبعت شكوى لاشخاص غير معنيين. نعم نعم. وتكون عارف انه مين الشخص اللي لازم يكون موجود في الايميل، هل احط مديري ولا ما احطه، لمين انا ابعت هاي. فبيجيني اسئله كثير، انه مثلا بيجي عندي الموظف انا عندي المشكله 1 2 3 ايش اعمل، لمين ابعت الايميل، ابعت لك الك وانت تتصرفي ولا انا ابعت دايركتلي. فيعني في كتير شغلات ممكن انه ما تكون واضحة من خلال المانيول. صحيح. بنوضح لهم اياها بشكل شخصي. يمكن من اهم الاخلاقيات اللي الموظف دائما الشركات بتحكي فيها هي اللويالتي والانتجريتي، وهي نعم. الولاء والانتماء، او بالاحرى الانتجريتي التعريف الحرفي اعبد الله كانك تراه. نعم. يعني انه يكون واحد بعمله مخلص كانه رب العمل نازل معه على السوق. 100%. كيف الشركه ممكن تعزز اللويالتي والانتجريتي او الولاء والانتماء للموظف، يعني تخليه دافع داخلي وليس رقابي؟ نعم. هلا بداية أهم إشي إنه يشعر الموظف إنه الشركة مهتمة بأمره بشكل شخصي، ومهتمة فيه ومهتمة بكل إشي بيعنيه. يعني أنا إذا حسست الموظف إني أنا مهتمة بما يدور في عالمه الخاص، صحيح.
انه مثلا اذا تعبان او مريض او اذا حدا من عيلته مريض انه انا بوقف معه، هو بحس انه لا انا لما هاي الشركه انا لما بكون محتاج بتوقف معي، فانا لازم اعطي ولازم اعطي 100%. الوازع الاخلاقي ضروري جدا في هاي الناحيه، انه مديرك مش رح يكون واقف فوق راسك طول الوقت. فيعني موضوع الكي بي ايز بيعزز كمان، لانه احنا ريزلت اورينتد، يعني انه انا بهتم بالنتائج، اعطيني نتيجه العمل تبعك وخليني اشوف انت شو بتعمل وانا رح اكافئك. لما بيكون في مكافآت داخل الشركه، سواء مكافآت معنويه او مكافآت ماديه، برضه بتعزز موضوع الاخلاص وموضوع الانتجريتي زي ما تفضلتي، انه الموظف لا انا هاي الشركه كثير اعطتني فانا بدي اضلني واقف معها. فبالتالي بتلاقي موظفين بيقعدوا مع الشركات فترات طويله، مش انه مجرد ما يجي عرض عمل في شركه ثانيه بيروح بترك وبيطلع. ومرات بتمر الشركات بظروف صعبه، فبتلاقي نفس هدول الاشخاص بضلوا واقفين مع الشركه لحد ما تطلع من الازمه تبعتها. مزبوط. طيب عم بنشوف كمان يمكن اهتمام الى اخلاقيات العمل المجتمعيه. نعم. يعني الشركه تجاه المجتمع. نعم. احكي لنا شوي ايش اسباب اهتمام الشركه بالمجتمع وخدمه المجتمعات، وايضا قد ايه بتعكس على علاقه الموظف بالشركه. لما يشوف الموظف شركته مهتمه بالمجتمع ممكن عم تدهن ارصفه، ايام بينزلوا، ايام بتكون يعني فعاليات بيئيه ممكن يقوم فيها الموظفين تجاه المجتمع. مزبوط. هلا لما بتقوم الشركه بهاي الانشطه بتخلي الموظف اللي موجود فيها يحس بالفخر، انه انا جزء من هاي الشركة، انه عم بيعملوا اشياء للخير وعم بيعملوا اشياء للمجتمع. هلا ممكن تترجم هاي الاشياء برضو مش بطريقة انه انا عم بعمل انشطة زي ما تفضلتي، ممكن انه انا بوفر فرص تدريبية للطلاب. صحيح. بوفر فرص تدريبية للخريجين الجدد اللي مش قادرين يلاقوا وظائف، او بعلمهم كيف طريقة الشغل الصح. في كتير اشياء ممكن انا أبادر أني أنا أشترك فيها كشركة عشان تعزز هذا الشيء. في كتير ناس مرات بيجيني من الموظفين أنه تاخذوا متدربين، ممكن أجيب حدا يتدرب، ممكن أجيب حدا يتعلم. الجواب دايما نعم، لأنه إحنا بنحب نساعد خاصة الجيل الصاعد. بيطلعوا من الجامعات ما عندهم خبرة أسس عملية ما عندهم أسس كيف أدور على شغل أو كيف أشتغل. بيدخلوا على الشركات بعقلية الطلاب. صحيح. وبيتفاجئوا وبينصدموا بالواقع انه عالم مختلف تماما. مزبوط. فاحنا بناخذهم شوي شوي بنعلمهم انه لا في طريقه مختلفه للتعامل، انت هلا مش طالب، انت لازم تعمل 1 2 3. بنعلمهم الالتزام بالوقت، الالتزام. صح. بالوظائف، لحتى لما يطلعوا من عنا او يستمروا عنا يكونوا عارفين. مزبوط. ياما في طبعاً. ناس كثير تدربوا عنا من الجامعات واستمروا عنا بالشغل. مزبوط. فهاي وحده من الاشياء، يعني واحده من اهم الاشياء هي اخلاقيات العمل المجتمعيه. نعم. استاذ الخزال، يعني بدي اشكرك، بدي اشكر وقتك معنا كمان والمعلومات اللي اعطيتينا اياها. بالعكس بشكركم، وبنتمنى كمان دائما تضلي تشاركينا بفقره الموارد البشرية وهي فقرة أسبوعية. شكرا كثير لإلك. مشاهدينا، يعني مع هالفقرة الأكثر من رائعة نطلع معاكم فاصل وبنرجع لنكمل حديث اليوم.